متواصلين معكم وصباح طيبة، بنروح معكم لفقرتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. هنتحدث فيها عن ذكرى غزوة بدر العظيمة والدروس والعبر المستفادة منها، وبيسعدنا في هذا اللقاء يكون ضيفنا للحديث عن هذا الموضوع في ضيافتنا فضيلة الشيخ عبد الرحيم جاد، مدير إدارة التعليم منطقة أسوان الأزهرية. أهلا بفضلتكم، كل أهلا سنة وحضرتك لحضرتك، بخير. صحة وسلامة. فضيلة الشيخ، حلت علينا بالأمس ذكرى غزوة بدر العظيمة، وحابين نتحدث عنها وعن الظروف المحيطة بالأحداث ما قبل غزوة بدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ أولا قائلا كل العام وجميع الأعوام وحضراتكم ومصر والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبمناسبة هذه الذكرى العطرة، ذكرى انتصار غزوة بدر. وشهر رمضان كله شهر انتصارات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. آمين يا رب. غزوة بدر الكبرى، وسماها الله سبحانه وتعالى بيوم الفرقان، هذه الغزوة كانت لها مقدمات. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث بالدخول في حروب أو قتال مع الكفار، ولكن كان في البداية يأمره الله سبحانه وتعالى بالصبر والثبات، والأمر بالدعوة بالرفق واللين دون رد فعل، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من كفار قريش ومن غيرهم أمثال الطائف. استمر هذا الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويتحمل هو وأصحابه المتاعب والمشاق، إلى أن جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للنبي وصحبه بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فخرج النبي كما تعلمون وكما نعلم، خرج هو وأصحابه سرا، تاركين البيوت والأموال، وبعض ترك الأهل في مكة فارين بدينهم إلى مكان أوسع وأرحب لتلقي ونشر دعوة الإسلام. بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، وعقد وثيقة الصلح، وثيقة المدينة بينه وبين سكانها بما فيهم من يهود وعرب، واستمر هذا الحال لمدة عامين في السنة الثانية للهجرة، جاء الأمر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الممكن في هذه الفترة أن يرد على هؤلاء الناس، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها أن يسترد بعضا من حقوقه التي سلبت منه في مكة. قلنا أنه سلبت الأموال وأخذت الدور، ومنع الأهل أن يتحركوا من مكة إلى المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ شيئا من هذا الأمر. فسمع أن العرب في شبه الجزيرة العربية وخاصة قريش جمعوا تجاراتهم أموالهم وذهبوا بها إلى بلاد الشام بقيادة أبو سفيان، ولم يكن أسلم بعد ذلك، وذاهب بالتجارة إلى بلاد الشام ليرسل أموال أو سلع، ثم يأتي بعد ذلك بسلع أخرى. فخطط النبي صلى الله عليه وسلم أن يستولي على هذه الأموال ردا لحقه وحق أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. كان أبو سفيان خرج من مكة إلى بلاد الشام ومعه 1000 بعير محملة بالأموال وبألوان التجارة المختلفة. أراد النبي أن يخرج، علم أنه ذهب إلى بلاد الشام، فانتظر في عودته. وعندما أحس بقرب عودة أبي سفيان جمع مجموعة من الناس من المسلمين للاستيلاء على هذه القوافل، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع في حسبانه في تلك اللحظة أنه سيقاتل أو سيدخل في معركة أمام كفار قريش ومن يعاونهم من الجزيرة العربية.
أبو سفيان كما هو معلوم كان مشهورا بالدهاء وبالذكاء، كذلك يرسل العيون ليتحسس الطريق لأن الطريق صعبة ووعر. النبي علم بالقافلة قد قربت فخرج، أبو سفيان كذلك علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج، فأرسل إلى قريش أن محمدا وأصحابه يريدون أن يستولوا على القافلة. فتجمعت الجموع في قريش وبقيادة قائد الكفر في مكة وهو عمرو بن هشام والملقب بأبي جهل أو المكنى بأبي جهل، قالوا قد حان الوقت للقضاء على محمد وأصحابه والقضاء على هذه الدعوة التي ولدت وتنتشر في القبائل العربية تسري كما يقال مسرى النار في الهشيم. فجمعوا الجموع وحشدوا الجنود، وكما ورد أنها يعني قرابة 1000 جندي بخيولهم وإبلهم وجواريهم وخمورهم، وعدوا العدة للخروج لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان قام بعمل خطة للابتعاد عن الطريق المألوف ومر بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أرسل مرة أخرى إلى كفار قريش أنني قد نجوت من محمد وأصحابه فلا داعي للخروج، لكن أبا جهل وأعوانه أصروا على الخروج لأنه كما قلت قالوا أنه حان الوقت للقضاء على محمد وأصحابه. كلمة بدر هي عبارة عن مكان بين مكة والمدينة، يبعد عن المدينة قرابة 300 كيلو متر، وهذا له هدف، أقول هذه المسافة لهدف، قرب ساحل البحر الأحمر. النبي عندما خرج لم يكن معه سوى 3 من الخيول و70 بعيرا، وعدد المسلمين الذين خرجوا 313 شخصا فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، المجموع 314 شخص في يعني 300 كيلو متر، هذه مسافة طويلة كما هو معلوم، طبعا والمنطقة جبلية ووعرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترح أن يتناوب على البعير الواحد ثلاثة أشخاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي وثالث الصحابة في بعير واحد، سيدنا علي ومن معه أصروا على النبي أن يمشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يأخذ نصيبه من المشي كما يأخذ بقية الصحابة، وهذا يعني له مغزى وله مدلول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصحابة تعامل واحد. لذلك رأينا أحد الصحابة عندما طلب منه أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كواحد منهم، يعني لا يميز نفسه بهيئة ولا يميز نفسه بجلسة ولا يميز نفسه بكلام، ليس حوله كما تعلمون الخدم والحشم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التواضع ويعلمنا التعاون صلى الله عليه وسلم. هذه كانت مقدمة يعني المعركة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم واضعا في حسبانه أنه سيخوض معركة كبرى مثل هذه المعركة التي خاضها صلى الله عليه وسلم. طيب، كانت هذه هي البدايات أو ما قبل غزوة بدر، ما الدوافع التي أدت لنشوب هذه الغزوة وفكرة أن الأمر شورى بين المسلمين، وده كان مبدأ من مبادئ الدين وأرساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وأفتكر إن دي من أهم العظات والعبر اللي بنخرج بيها من غزوة بدر. هناك نقطة أريد أن أوضحها، النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من قبل السماء، ومن السهل أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض كلها تدين للنبي صلى الله عليه وسلم دون تعب أو مشقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معلما للبشرية، يعلمنا الأخلاق
ويعلمنا كيف نعيش في حياتنا الدنيا وكيف نشعر بالراحة في حياتنا الأخرى بإذن الله تعالى. فهو معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها خرجت بجيشها وخرجت بجنودها وخرجت بسلاحها وخرجت بنسائها، وأقسموا ألا يرجعوا حتى يقضوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكثوا في مكان بدر 3 أيام، تغني الجواري ويشربون الخمور. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها الحرب لا محالة. لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، أرسل ليسأل عن عدد الجنود صلى الله عليه وسلم. التقى بشاب صغير صبي فسأله عندما مر على جيش المشركين كم كان العدد؟ قال لا أدري. قال كم يذبحون؟ وهذا طبعا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كم يذبحون في اليوم من الإبل؟ من 9 إلى 10. قال إذن عدد هؤلاء الناس من 900 إلى 1000، أي كل 100 يعني لهم بعير. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتجهز ويستعد، فعلم العدد وهو معه 313 من الجنود. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ المعركة بجمع المسلمين ليأخذ رأيه. المعركة ستقع لا محالة والمواجهة ستقع، فسأل الصحابة أشيروا علي صلى الله عليه وسلم، فرد سيدنا عمر بكلام أنه لا مانع، ورد سيدنا أبو بكر، ورد غيره من الصحابة. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الذين تحدثوا هم من المهاجرين وليس من الأنصار، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي يا قوم. وكان من الجالسين سيدنا سعد بن معاذ وهو سيد من سادات الأنصار، قال والله إنك إذا تقصدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال والله لقد تعلم أننا آمنا بك وصدقناك وشهدنا بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، امض لما أمرك الله فنحن معك. عندها تهلل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وبدأ في التخطيط، فأمر أن تصف الجنود صفان، صف للمحاربين وليس معهم إلا السيوف، وصف آخر معه الرماح، وهذا يكون خلف المحاربين، فإذا أراد أن يخرج مقاتل من المقاتلين رمي بالسهام من الجهة الخلفية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مكان بدر ده هناك البئر المشهور الكبير وحوله عدة آبار أخرى، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الآبار، وكان معه أحد الصحابة يسمى سيدنا الحباب. فسأل النبي صى الله عليه وسلم أمنزلا أنزلكه الله سبحانه وتعالى فلا نتأخر عنه ولا نتقدم؟ يعني هذا المكان هل هو أمر من السماء أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمشورة. قال إذن هذا يا رسول الله ليس بمكان، ولكن أرى أن نسوي كل هذه العيون ونترك هذا البئر ونجعله خلفنا حتى نشرب ولا يشربون. إذن نقوم بردم الآبار الصغيرة ونترك هذا البئر الكبير، ثم نجعل البئر خلفنا والأعداء أمامنا، فإذا احتجنا للماء شربنا، وإذا لم نحتج لم يشرب الأعداء. وهذه يعني وهذا أمر يتجلى فيه أمر الشورى أو مبدأ الشورى واضح من خلال استماع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وأخذ رأيهم في هذه المعركة وأخذ التأييد منهم، وكذلك الاستماع لرأي سيدنا الحباب المنذر والأخذ والنزول على رأيه، كما حدث هذا في مختلف الغزوات التي حدثت بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.
طبعا تمت غزوة بدر وتم فيها الانتصار للمسلمين الحمد لله، وحابين يعني نلخص غزوة بدر وانتصارنا فيها في كلمات قليلة لأن الوقت دهمنا. غزوة بدر سميت بغزوة الفرقان لأنها يعني مرحلة فاصلة بين مرحلة الضعف التي كان يعيشها المسلمون إلى مرحلة القوة، حيث انتشر الخبر وزاع بين ربوع الجزيرة العربية وما حولها من البلاد، فإذا تغيرت الأمور مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته. كذلك تحقق في هذه المعركة عدة أمور فوائد تعود علينا نحن جميعا مسلمين. أولا هناك قوتان، هناك قوة مادية وقوة معنوية. أما القوة المادية فعلينا أن نحققها قدر استطاعتنا، وما لم نستطع فهذا أمر لا طاقة لنا به. وأما القوة المعنوية وهي القوة الإيمانية لابد أن تترسخ في قلوبنا جميعا، لابد أن يكون عندنا قوة إيمانية إذا أردنا أن نتقدم في أي عمل من الأعمال. هذا درس أيضا نأخذه من دروس غزوة بدر. كذلك لم نذكر في يعني الأحداث أن الله سبحانه وتعالى أنزل عدة أمور تساند المسلمين في هذه المعركة. أنزل الأمطار لتمهد الأرض للمسلمين وتلطف الجو، أنزل عليهم سنة من النوم حتى يهدأوا، كذلك أنزل الملائكة تقاتل مع المسلمين في هذه المعركة. فنأخذ من هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى طالما أننا حققنا القوة الإيمانية واتبعنا الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يؤمن بهذا الأمر إيمانا جيدا، في كل حركاته وسكناته لابد أن نتخذ الأسباب ونتبعها. فاتباع الأسباب واليقين والإيمان عند الإنسان يأتي له بما يريد من خير في دنياه وفي أخراه. كلمة أخيرة أقولها، الانتصارات في مواجهة الأعداء أهون من الانتصارات على النفس والشيطان الأعداء الذين لا نراه. النبي صلى الله عليه وسلم عاد من غزوة من الغزوات قال رجعنا من الجهاد الأكبر، من الجهاد الأصغر إلى عفوا، الجهاد إلى الأكبر الجهاد الأكبر وهو النفس وهو جهاد النفس. والشيطان. نحن ننتهز فرصة شهر رمضان أن ننتصر على هذين العدوين حتى نأخذ الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. احنا بنشكر فضيلتكم جدا وبنتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد الرحيم جاد مدير إدارة التعليم الثانوي بمنطقة أسوان الأزهرية. شكرا جزيلا عفوا وسعداء بكم، كل عام وأنتم بخير. شكرا وحضرتك بخير. مشاهدينا بنصل لختام حلقتنا النهارده، هنلقاكم على خير غدا ان شاء الله ولقاء جديد. وصباح طيب، نتمنى دائما ان تكون اخبار طيبه. في النهايه بقول لكم ارق تحيات اسره البرنامج وتحياتي، شكرا لكم والى اللقاء.